تعال المجنون ده هيبوظ لنا اللعبة. اصحابي الحلوين ما تنسوش تحط زرار الاشتراك واللايك وان انتوا يعني تفعلوا زر النهارده قررت ان انا اجرب الانفور السحليه ونطور رحله تطوير الماكس. استنى يا عم افتح لك الاول اصبر. يا ايه يا اسطى؟ ايه انت معاك الانفور يعني هتخش فينا يعني بالانفور انت؟ لا يا عم لا ده انا غلبان على بابا الله. احنا هننزل العماير ان شاء الله ربنا يستر علينا. طب تمام ماشي بس ثواني اوقف انت بتجري ليه؟ عايزك انا اهو ايه يس ايه يس ايه ده انت ثواني اقول لك كلمه بس انزل لي عماير لو ما غبتك في ايه الشغل انت تعبيط يلا يلا يا ابني على لي في شواد يا وربنا في شواد خرده تمام بس مشوار خرده تمام بس انا هو عمال يشتم فيا يا جدعان وبيقول لي انت معاك انفور ومش معاك انفور. انا حافظ شكل الواد ده ولا الواد ده لابس ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اهو السلاح اهو بس تعالى كده تعالى اهو ده اللي كان بيشتمني ها ده اللي كان بيشتمنا يا جدعان انا مش هتكلم تاني. ايه يا اسطى مش انت كنت بتعجبني في شوال اصلا ما جبتنيش ليه في شوال يا ولاد الايه انا اهم حاجه ان انا ايه قتلته اهم حاجه ان انا قتلته حد طالع حد طالع يخش على لا يا اسطى دمي يا اسطى دمي دمي يا اسطى لا يا اسطى دمي قليل يا اسطى ايه ده في ايه تعال يا اسطى اطلع يا اسطى تعال يا اسطى سلوخك يا اسطى تعملوا عليها عوام طالع تعالى تعالى وحظكم حلو والله الواد اللي الواد اللي كان تحت راح فين تعالى يا اسطى تعالى ايه يا اسطى في ايه يا اسطى مالك يا اسطى انت زعلان من ايه يا اسطى جبتكم كلكم في شويه يا اسطى كنت بتشتمني يا اسطى يا عم ماشي يا عم ماشي عيال بتاعت اوانطا وربنا يا جدعان تعالى ايوه هات الخوذه بس نطلع نصطاد بقى من فوق يا جدعان احنا بنأمن المنطقه بس بنأمن المنطقه نعرف بس الدنيا فيها ايه حد طالع طلع امتى يا ناس طلع امتى كلكم كده على بعض شويه بوتات كلكم كده على بعض تعالى 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 شكرا تحية ابو تعال تعال اقفل الباب تعال قولي بقى تعال تعال اصلا لا يا اسطى ما تقتلنيش يا اسطى دبل شوتجن يا نهار ابيض ده انتوا ليكوا سودا ده انتوا ليكوا سودا تعال اهو تعالى محسن تعالى مش عارف اجيب الناس البعيد عشان الشوت جن عامل ايه طيب انا دلوقتي اي تعمل ايه يا عم محسن فينش 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 الفرحه الفرحه في حد جاي عمر يا اسطى السلاح بسرعه يا اسطى في كلاك كتير يا اسطى يلا وين يلا على المدحكه في حد هنا في حد هنا
ما انا بقى اتوتر انا، في ناس كتير يا اسطى ما ينفعش كده. يا لهوي مش هينفع، لازم اشوف. تعالى يا ابني الشوت جن في ايدي دي وربنا ما ارحم حد. بس انا عايزين ام 4 بقى، عايزين ام 4 والنبي. بس انا كده عشان فيك اللاج كتير والله. بص عليا الطلاق بيت في وشه. ما ماتش ازاي انا؟ ما ماتش ازاي؟ بص بص ده يا لو على دمه. وايه يا اسطى اللي بيتعمل ده وانا بسمع كلامه من يا اسطى انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه يا اسطى؟ يا ابني انا مش عارف يا ابني، يا ابني العيال دي حافظه مش فاهمه ولا ايه؟ احنا شكلنا هنخش مع كنابر عنب. لا يا عم ايوه بس على باور الجيم يا عم. طب يلا ننزل باور، ننزل باور يا اسطى، ننور وربي اجلودك. بسم الله الرحمن الرحيم، جلاد الهكري. وشكل في بنات وشكل الدنيا جميله قوي يا جدعان. شكلنا هنبسط تحشيم يا. لو اترجتني هسيبها، لو ما كده هقتلهم، انا هقتلهم كلهم. يا رب دي فرصه دي، دي فرصه. انا اسف خلاص. عاش يا اسطى. انت اسا بقول لك ايه، انت بتابع يوتيوب يا اسطى؟ اه. طب يا اسطى اكتب نورماندو على اليوتيوب بس، وريني بقى يابا الانفور السحليه. بس هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين بقى ايه حرفشه شويه بقى. ايه بقى ده؟ ايه بقى ده؟ وايه بقى ده؟ اه ده كده هنخش هناك اهو. السلام عليكم، السلام عليكم. استنى بس، اصبر 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 اصبر. عرفت هما فين؟ من الناحية التانية. يا لهوي العيال عاملين عليها خطة، عاملين عليها خطة. طب تعالوا يا ابا احلى مسا عليكم، يا ابا احلى مسا عليكم يا ابا. انا اسف يا مدام والله، انا اسف غصب عني. بس اسكت ثانيه واحده، ثانيه واحده. عايزين نضرب ويلز. بيدور عليا. يا اسطى انت فين يا اسطى؟ يابا انت فين؟ احلى مسا عليك. وهنج ولا باظ ولا ده؟ بس ده مش، ده مش لبس بوت ده يا عم. اكيد في واحد تاني مخنزر. انا عارف، انا لازم اموت خنزاره. ماشي لازم اموت خنزاره انا. بس شفتك ده انا عملت ايه؟ وربي حرفوش. حرفوش ده انا دلعتهم بالبيكيسي، نيمتهم الاثنين على بطنهم. ايه ده؟ انت رايح فين يا؟ انت رايح فين يا عم؟ انا خايف من العيال اللي هي اللي ها؟ ها؟ ايه رايكم يا جدعان في الانفور السحليه؟ بامان الله. ايه رايكم في الانفور السحليه؟ يلا طلعنا من باور بثمان كلاه، الحمد لله. نطلع بقى بسلامه كده نلاقي عربيه، انت فاهم؟ بعد كده ندور ال يا شويه. ايه يا جدعان في ايه؟ طب سلام عليكم كده، نلف لكم من الناحيه الثانيه. انا حاسس ان بس 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 واحد من الشباك هنا، انا عايز اقيم عليه. تعالى
تعالى يا اخي. ثواني بقى كده ثواني نروح ايه نجي العيال دي شاربين ستروكس ولا ايه يا جدعان؟ في ايه في حاجة غلط والله في حاجة غلط. هروح ابص على العيال دي شوف الدنيا معاهم بتحكي في ايه. ايه ده ماتوا وربي ماتوا بصلاة النبي. ايوه اطلع بقى على الجبل ولا ايه الكلام؟ بصوا انا هحاول اطلع على الجبل كده بس ايه بالهداوة عشان في يا جدعان بصوا في 200 واحد قاعد تحت. انا خايف انا شفت الواد واقف والواد راح فين اصلا هو بيحاول يطلع لسه هتطلع يا عم سلام عليكم يا لهوي على الكور كان هتلبس في وشي دلوقتي. ها 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 ثواني ثواني وفي حد تاني حد تاني ولا ايه؟ لا لا يابا صباح الفل يابا ده بوت ولا ايه؟ انا ما اعرفش. السلام عليكم حد جالي من هنا السلام عليكم دمي اقسم بالله دمي اقسم بالله دمي شايفين دمي ورب دمي تفه. تعال ما انا عايز اشوفكم فين يا اسطى. انت مت فين يا اسطى ولا صاحبك فين يا اسطى اللي عايز صحيك ولا ايه الدنيا؟ ماشي ماشي يلوي. ورب اني مبدع. اسمع سافل الاسطوره يابا اسمع سافل الحرفشه. بسم الله الرحمن كده فاضل كام؟ فاضل 5 ايزي. ايه رايكم في الانفور السحلية؟ ها؟ ثانية واحدة بص بص الواد واقف ازاي؟ هتنتش طلقة دلوقتي بص يا لهوي يا جدعان شفتوا الواد الخنزير فين؟ شفتوا الخنزير عندي فين؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض الواد طلع بقى. بقول لك ايه ما تخلينيش الف لك انا مجنون. ثانية واحدة بقى كده يا جدعان عشان ايه الحوار ده فيه قلق. انت هتفضل مكمبر عندك هي دماغه طالعة. بص طلقتين هيت شوت هخلص لك الموضوع بإذن الله. يلا يا اسطى في حد جاي من هنا. تمام تمام يا عيني يا عيني على الولعة يا عيني على الولعة. ثانية واحدة ثانية واحدة بتعملوا ايه؟ الواد بينش عليا. السلام عليكم انا هطلع البيت. السلام عليكم هما طلعوا البيت اصلا؟ نوك فينش والله ما هرحم حد. مش لعب تاني.